الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية التحدث والتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم التحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. التحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يبشر صاحب المنام بالوصول إلى مركز مرموق في العمل الحالي الذي يعمل فيه. تشير رؤية التحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على زواج الشخص الغير متزوج من الفتاة الصالحة التي يتمنى الزواج منها. لو كان صاحب المنام يمر بحالة من الضيق والحزن والغم، فإن التحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالتخلص من هذه المشاعر السلبية. تفسير حلم الرسول مبتسم في المنام. ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسم في المنام يبشر صاحب المنام بأن له مكانه ومنزله في الجنة إن شاء الله. الرسول عندما يكون مبتسم في المنام فإنه يبشر صاحب المنام بتعدد الأخبار السعيدة القادمة إليه في القريب العاجل بإذن الله. ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم في الحلم قد يكون من علامات قيام صاحب المنام باتباع سنته ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفسير حلم الرسول عليه الصلاة والسلام عابسا في المنام. الرسول لو ظهر عابسا في المنام فإنه يكون من علامات التحذير لدى صاحب المنام الذي يقوم بممارسة المحرمات وارتكاب الذنوب والمعاصي. من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يرى بعض المفسرين إن ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم عابسا في الحلم قد يكون نتيجة دخول صاحب المنام في مشكلة كبيرة بسبب التسرع في القرارات التي يتخذها. تفسير حلم الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوس مع الرسول في المنام تشير إلى صلاح أحوال صاحب المنام ووصوله إلى أحلامه وغاياته. يؤكد مفسرون الأحلام أن الجلوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر صاحب المنام بالفرج بعد الضيق في حياته. الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منام الشخص الذي يدرس تكون من علامات تفوقه بجدار هذا العام والحصول على الدرجات النهائية في دراسته. تفسير حلم مصافحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصافحة الرسول في المنام تدل على تحقيق صاحب المنام الأمنيات والأحلام الصعبة التي يسعى إليها. لو كان صاحب المنام مريض بأحد المشاكل والأمراض الصحية فإن رؤية الرسول في الحلم تبشر صاحب المنام باقتراب الشفاء بأمر الله تعالى. لو كان صاحب المنام مديون فإن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشره بالتخلص من هذه الديون. تفسير حلم الرسول دون رؤيته في المنام. قد يكون الرائي بالرسول صلى الله عليه وسلم دون رؤيته نتيجة تقصير صاحب المنام في العبادات والطاعات وعليه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحلم بالرسول دون القدرة على رؤيته تشير إلى اتباع صاحب المنام ملذات الحياة الدنيا والبعد عن ذكر الله تعالى. تفسير حلم النبي في المنام على غير صورته في المنام. لو ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غير الصورة المعروفة لنا
فإن ذلك يكون إشارة تحذير لصاحب المنام بالابتعاد عن طريق الحق والسير وراء الشهوات والمعاصي. ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام في غير صورته تكون من علامات دخول صاحب المنام في بعض المشاكل والأزمات التي قد تستمر في حياته فترة من الوقت ومن الزمن. تفسير حلم الرسول يعطي شيئا في المنام. من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي له شيئا في الحلم فإنه قد يحصل على الكثير من الرزق والمال الوفير. تدل رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي صاحب الحلم أموالا تكون من علامات حصول صاحب المنام على ثروة كبيرة بدون بذل أي مجهود أو مشقة. والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والرسل، سيد الأولين والآخرين، حبيب الله وحبيب المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن داخلون على شهر رمضان المبارك. ما تنسوش يا أخوانا قراءة القرآن الكريم في رمضان وغير رمضان. ده في أيامنا العادية ده هياني ختمة القرآن الكريم بتساوي 3 مليون حسنة. الصفحتين أصاب بعض من المصحف الوجهتين يا أخوانا بيساووا 5000 حسنة قراءة. قراءة الجزء الواحد من كتاب الله يساوي 100,000 حسنة، والقرآن الكريم 30 جزء، يعني ختمة القرآن الكريم بتساوي 3 مليون حسنة، وده في أيامنا مش في رمضان. شهر رمضان الله عز وجل يضاعف فيه الأعمال الصالحة أضعاف مضاعفة. تخيل لو إن الأجر بتاعك الضعف لخمسين ضعف، شوف ده في أيامنا العادية 3 مليون، فما ظنك بقى في رمضان ما تضربهم في 50 ضعف. وبعدين يا اخوانا مش 3 مليون حسنة وبس، لا، ده بيمحو 3 مليون سيئة. والدليل على الكلام ده أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني اللي بيعمل سيئات ويعمل وراها حسنات هذه الحسنات تذهب السيئات. فما ظنكم أفضل الحسنات؟ أفضل الحسنات لا أبالغ في ذلك بعد الفرائض هي قراءة القرآن الكريم. والدليل على الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام إما كان في أحد الغزوات وكان يستشهد الصحابة رضي الله عنهم، كان بيسأل الصحابة من يعني من أكتر واحد في هؤلاء يبقى حافظ للقرآن، فكان يقدم في الجنازات الأحفظ فالأحفظ، الأحفظ يخلصوا بعد كده يشوف الأقرأ. يعني تفاضلنا في هذه الأمة عند الله عز وجل بالقرآن الكريم يا أخوانا. القرآن ده هو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا اللي عاوز يكلم ربنا يقرأ القرآن، واللي عاوز يكلمه ربنا يقرأ القرآن. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الدستور بتاع المسلمين، اللي بيبتعد عنه بيهلك في الدنيا والآخرة. واللي عاوز ربنا ينجي من كل شر ومن كل سوء يتمسك بالقرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.